انا بغيت نسولك شحال ديال الدراري اللي كنتي انت سبب فيهم بلا ما تعرف، لان كنتي دري صغير، سبب انك تدخلهم لهذيك الشبكه ومشاو للدول الخليجيه. شنو نقول لك؟ ما بقاش بزاف. او عدد، اذا عدد ديال الاطفال وماشي من مؤسسه واحده. وكانوا المؤسسات المهدي بسهوله كيطلقوا الاولاد؟ المؤسسه كيبحثوا على السيد كيلقاو عنده الاملاك كيعطيوه للاطفال. وهاد الناس اللي في الخارج كيجيو لهنا للمغرب ولا كيفاش؟ باش يديو الاولاد. هاد الخليجيين كيجيو كيجي زعما بغيت نربي هاد الولد. بغيت نربي هاد الولد، هو كيصاوب لهم التزام وتنازل وداك الشيء، كيقول لهم انا هاد السيد هذا في القنصليه غنتكفل به، غنربيه، غنقريه، غندير له، غنفعل له. وغنسافروا به على برا. غنديوه معنا للخارج. القنصليه كتيق. كيخرجوا على برا. كتيق المرة الأولى، الثانية، العشرة، 20، كلشي كتيق هاد القنصلية. المشكل اللي كاين هو الرشوة. إذا ماشي تتيق، كتاكل. الناس كتاكل مع هاد الشبكة. كتاكل مع هاد الشبكة. إيوا. يعني كيخرجهم على برا، من بعد واحد المدة كيوقع اللي كيوقع، العنف على الأطفال. شنو هو العنف ولا الاستغلال الجنسي ولا شنو هو؟ العنف فيه بزاف الأنواع. غير باش نفهموا واش كيديروا بهاد الدراري. الجنسي. الاستغلال الجنسي. دكتور الحمداوي، اش بان لك فهادشي اللي سمعتي؟ زعما الاستعمال في ابشع صور ديال شدوا وليد صغير وسير جيب لينا وليدات صغير وسفروهم لدول الخليج وتم الاعتداء عليهم جنسيا، زعما تيخلقوا واحد الجيل اللي كله مرتبك كله. شنو تعليقك على هادشي اللي سمعتي؟ لا هذا معروف، معروف في بلادنا، معروف في مجموعه ديال البلدان، زعما جانبي العمل هادشي. لا سني با زين نوفيل ديكوفيرت ياك.